مسألة بحضراتكم، دايما بنتكلم عن الثقافة والفنون وان هم اهم مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية. يمكن واحنا بنتكلم عن الفن والفنون والفنانين لازم يكون ضيفنا احد اعمدة الفن المصري الحقيقة بالمشاركات سواء في الدراما المصرية او في المسرح المصري، اسهامات كتيرة جدا جدا. وأخيرا تم تتويج هذا الكفاح وهذا المشوار الطويل بالتعيين في مجلس الشيوخ كعضو مجلس الشيوخ. معانا ومع حضراتكم النهارده الفنانة القديرة الكبيرة أستاذة سميرة عبد العزيز. أهلا بيكي ومشرفانا النهارده في أنت المحور. أهلا وسهلا. أهلا شكرا. بحضرتك يا فندم. طبعا أنا سعيدة جدا بوجودك معانا النهارده، وعايزة أقول كلام كتير، لكن الحدث يعني آخر حدث هو اللي هيفرض نفسه، هو تكريم حضرتك في احتفالية 50 سنة فن. طبعا أستاذ محمد صبحي قدم احتفالية لكل المتابعين عبارة عن 50 سنة فن، هو بيحتفل بمرور 50 سنة على عمله في المسرح، وقام بتكريم أهم الأشخاص أو يمكن أغلب الأشخاص اللي كان لهم دور في مشواره الفني. حضرتك كنت أحد المكرمين، خليني أتكلم عن التكريم ده، وأنا عارفة أنه أكيد هيكون له يعني مشاعر خاصة بالنسبة لك عن باقي التكريمات. كنت سعيدة جدا بيه، حتى قلت له يعني أنا جزء صغير في حياتك يعني لأن أنا آخر واحدة تقريبا انضمت لي. لكن كنت سعيدة جدا بالتكريم، ولكن أسأني جدا اللي حصل في الميديا. طبعا يعني هي الميديا دلوقتي أصبحت مليانة حاجات سيئة جدا، مدية فرصة لكل واحد عايز يقول حاجة بيقولها بلا رابط وبلا حضرتك تقليل. اتضايقتي من انه بعض ان الناس بيقولوا هو بيعمل لنفسه دعاية، هو حاطط صورة يعني حاطط صبحي كان عامل التمثال على شكل يعني كان في تمثال في الجايزة عبارة عن تمثال عبارة عن صورة استاذ صبحي. اولا هذا التمثال احنا معانا الصورة على الشاشة وحضرتك بتتكرمي واستاذ صبحي بيكرم حضرتك اهو، ويعني دي لفتة إنسانية وفنية وتقديرية الحقيقة جدا. وبعدين هذا التمثال موجود عنده في مسرحه كبير، كونه يعمل مصغر منه ويديه للناس اللي عايز يكرمهم ده تقدير كبير قوي منه لنا. طب. وبعدين شرف لأي واحد يحط في بيته تمثال لمحمد صبحي. محمد صبحي عمل مسرح، بنى مسرح. مين في مصر بنى مسرح غير زمان قوي اول البدايات؟ فكونه يبني كمان عن مسرح. استمرار 50 سنة من الترقب والنجاح والاستمرار لحد دلوقتي. استاذ صبحي ما كانش مسرحه البسيط او الهين او التجاري او هدفه الربح أبداً. كان في مضمون، كان في محتوى، كان في بناء وطنية. اجيال، كان في تقديم وطنية. رموز فنيه. كل مسرحيه له فيها خط وطني. صحيح. صبحي وطني جدا ومثقف الى اعلى درجه، والشغل عنده ممتع بدرجة كبيرة أنا جدا. أنا عارفة أن حضرتك اشتغلتي مؤخرا مع أستاذ صبحي في مسرحية خيبتنا، وأنا حضرتها. أيوة. يعني واتفرجت على المسرحية واتفاجئت جدا وحضرتك موجودة فيها. قلت معقولة مدام سميرة عبد العزيز بس ما كانش لهم تجارب قبل كده، كانش ليها تجارب مع أستاذ صبحي. وأنا عارفة دايما أن أستاذ صبحي مدرسة، يعني التيم بتاعه. أيوة. الفرقة فرقة أستاذ صبحي بتشتغل معاه من عمل لعمل، فاتفاجئت جدا. فأنا كان عندي فضول أعرف حضرتك ازاي خضتي التجربه دي بعد يعني سنوات من العمل الفني. الحقيقه انا بعد ما توفى محفوظ عبد الرحمن الله يرحمه كنت متقوقعه ويعني تقريبا ناويه اعتزل، ماليش نفس يعني انزل اعمل حاجه. ليا صديقه قالت لي انا عايزه اعزمك على مسرحيه، ما تقعديش بقى كده على طول في البيت. قلت لها لا، ولا مسرح ولا عايزه اشوف حاجه. قالت لي لا، مسرحيه لمحمد صبحي حلوه قوي، انا بحب محمد صبحي وشفت كل اعماله دي، ما كنتش شفتها المسرحيه دي. قلت لها طيب انا لاني ما شفتهاش عايزه اجي اشوفها. رحت واتفاجئت بالمكان اللي هو عامله. كانت وقتها مسرح إيه؟ جميل جدا. كانت غزه للبنات ولا كانت المسرح لا المسرحيه كانت ايه وقتها اللي رحت؟ غزل البنات. فانا رحت شفت مسرح جميل قوي، صرح جميل قوي. صحيح.
منتهى النظام، دي مدينة فنية منتهى الدقة، مدينة حلوة، عامل مكان للعربيات تركن، عامل مكان مانع دخول الموبايلات، بنسيب الموبايل بره وبناخد نرجع المسرح لهيبته، سلام الجمهوري ودقات المسرح وكل الأجواء، نظام والتزام، ده اللي بيعجبني قوي وده اللي بحبه يعني. عشان المسرح القومي طبعا، فبالنسبة لحضرتك أيوة. انه ده المسرح اللي تعودتي عليه. فدخلت قلت له ايه ده، ده مسرح جميل قوي، ده انا شايفة زيه في باريس. قال لي احنا مش احسن من باريس. فرحت بايسه راسه، قلت له انا بشكرك على هذا الصرح الجميل يعني، وبعدين المسرحية جميلة جدا، انا دخلت له بعد العرض. قلت له طول عمري كان نفسي اشتغل معاك كده كده. قلت له انا كنت طول عمري كنت اقول لما يجي لي اي قطاع خاص اقول لا الا محمد صبح، لان انا حضرت كل مسرحياته. قام قال لي بجد؟ طب انا عندي عرض اللي جاي في دور لك، تشتغلي معايا؟ قلت له يا ريت، بتمنى. وحصل. وحصل. طيب بعت لي النص، قريته، قريتيه، لقيت الدور مناسب ليا تماما. قلت له انا موافقه والمسرحيه جميله جدا فعلا، ورحت وزدت اعجاب بالنظام اللي موجود والتدقيق في المواعيد واحترام المواعيد والنظام المترتب يعني. عندنا بروفه الساعه كذا، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، ونكتب عندنا. ما حسيتيش بارهاق ان الموضوع شاق؟ العمل مع استاذ صبحي، انت بتعملي مع كانها مؤسسه، مؤسسه مسرحيه، ممتع. العمل ممتع. انا بحب هذا النظام، بتعب بحب العمل ده. عمل منظم دقيق، تدقيق في كل حاجه، نظام في كل حاجه. انا كنت سعيده جدا جدا، وعملت مع المسرحيه وقعدنا سنة، خيبتنا قعدت نعرضها سنة، إقبال جماهيري هايل، وكنت سعيدة قوي بالتجربة. إيه اللي فرق مسرح أستاذ صبحي عن غيره من المسارح تحديدا القطاع الخاص؟ احترام الفن، محترم المسرح جدا، محترم النص جدا، وفي خط وطني. خيبتنا دي بتوري إزاي إحنا بنقدم لأعدائنا أكثر من اللي هم عايزينه. وهذه حقيقة موجودة عندنا، إن إحنا مش بنخلي بالنا على مكتسباتنا وعلى حاجتنا وبنديها للغير. فدي المسرحية كانت بتقول كده، كنت سعيدة بيها جدا إن فيها خط وطني، وفي الآخر بنقول الوطن، بنتكلم، بنغني غنوة للوطن. فطبعا ده شيء رائع جدا ونادر وجوده في القطاع الخاص. صحيح. فأنا بحترمه جدا وبحترم شغله، وكنت سعيده قوي بالعمل معاه، وانا في المسرحيه اللي جايه كمان. كمان؟ في مسرحيه اسمها عيله عمل لها بلوك. معقوله؟ احنا بس وقفنا من كورونا. لكن كنا بنعمل لكن بروفات. كنت بداتي بروفات يعني، يعني خدتي تجربه وقررتي تخوضي تجربه تانية كمان. ايوه، عملنا بروفات كتيره، ولكن طبعا النظام اللي اتحط جديد في ان يبقى تباعد اجتماعي، كرسي وكرسي والكلام ده ما ينفعش. وبعدين الناس اللي بيجوا من بعيد وكده، فقال هنتوقف لغايه الكارثه دي مطروحه. يعني وسط ما احنا بنتكلم على، عايزه بقى من فضلك الوم كل الناس اللي اعترضوا على انه حط لنا الجايزه عباره عن التمثال بتاعه. انا بلومكم، انتوا بتلوموا على اساس ايه؟ اي فنان يفخر انه يحط في بيته تمثال محمد صبحي، اللي عمل مسرح، اللي بنى مسرح لمصر، اللي ما بيقدمش غير حاجات قيمه فيها فن وفيها ثقافه. فانا فخوره اني احط في بيتي التمثال بتاع محمد صبحي، ومن الاول انا كان نفسي اصوره يعني، من اول ما رحت وشفته عنده في المسرح كبير صورته وخليته على موبايلي. فلما جالي بقى كجايزه انا سعيده جدا وبفتخر ان انا حاطاه في بيتي. انتوا مالكم؟ مين اللي زعلان وبيقول ايه بيعمل ايه؟ شهره؟ مش ناقص محمد صبحي شهره، مش ناقص. محمد صبحي من اعظم رجال المسرح في مصر. فانا بلومهم وبلوم الميديا اللي بتسمح بالحاجات دي، حاجات كتير قوي ما يجبش تتقال ولا تتكتب في الميديا. احنا بنتكلم عن اسهامات وانجازات استاذ محمد صبحي في المسيره المسرحيه والمسرح المصري الحديث تحديدا، لازم اقول لحضرتك قراءتك للمشهد المسرحي العام في الدوله المصريه
سواء مسرح الدولة أو المسرح التجاري، شايفة إزاي وشايفة فين؟ هو يعني متعثر قليلا، ولكن بدأ يستعيد مقدرته. يعني أنا في المسرح القومي كنا لسه مخلصة مسرحية اسمها الوصية، قصة شهيد حقيقية، وكان إقبال رهيب من الناس، وكانوا عاملين دعوات لأنها حاجة وطنية، خافوا لما فيش حد يشتري تذاكر، وحتى التذاكر بتكون مبالغ رمزية، مش يعني مسرح الدولة مش المبالغ اللي يعني الكبيرة أو الضخمة. لا، المسرح القومي طبعا تذاكره مش غالية، بخمسين جنيه. لكن في الأول عملوها دعوات فقط، لأنها دعم وطني، حاجة وطنية. وأنا كنت بتمنى جميع شبان مصر يشوفوها. احنا حاليا خلصنا العرض في القومي عشان فيه مسرحية تانية داخلة، لكن على وعد من الأستاذ خالد جلال ان احنا هنعرض في الجلاء للجيش، يجي كل مجند، كل شاب يشوف قصة شهيد حقيقية قد ايه جميلة، وقد ايه هو يعني في غنوة بتتقال فيها بتغنيها مي، ما تقولش شهيد، ما تقولش مات، قول شهيد. ما حدش يقول على واحد استشهد ده مات، لا، هو شهيد عند ربنا له حساب كبير جدا. يمكن العمل المسرحي ده يعني مهم جدا، انه مش في منأى عن الواقع اللي الدولة المصرية بتمر بيه، يعني ماشي بالتوازي مع الأحداث، تحديدا الشهداء اللي كانوا في فترة من الفترات هو استشهد في سيناء، بالظبط. فانه المسرح ما يبقاش في منأى عن الواقع او عن المجتمع، احنا بنجسد واقع الدولة المصرية والمصريين وابطالنا موجودين فيه دلوقتي على ارض الواقع. المسرح اسمه ايه؟ ابو الفنون. بشوف فيه تمثيل، وبشوف فيه موسيقى، وبشوف فيه اغاني طبعا، وبشوف فيه رقصات. يعني هو فعلا ابو الفنون، فلما بيقدم حاجه بتاثر في الناس. لما حد يقعد ويتفرج على الممثل على المسرح بيستقي منه المعلومه والفايده اكتر ما بيشوفه من خلال الشاشه. بس انا زعلت من شويه لما حضرتك قلتي انك فكرتي في الاعتزال لفتره من الفترات بعد أزمة نفسية. أعتقد أنه الأشخاص اللي زي حضرتك اللي قضوا عمر طويل وباع في العمل الفني، بيبقى قرار ده صعب قوي عليهم، لأنه دي الحاجة الوحيدة أعتقد اللي ممكن تخرجك من أي يعني زعل أو من أي ضغط نفسي. فعلا قرار كان صعب قوي يا مدام سمير. أول ما رحت وشفت عرض حلو ما قلتش لا، قلت أشتغل. قلت له يعني الحاجة اللي خليتك ترجعي عن قرارك هو وسعيدة بالشغل، وهو فعلا أنا بقول له أنت أعدتني إلى الحياة. رجعت بقى بشتغل وبعمل برنامج إذاعي وبعمل برنامج تلفزيوني، وبشتغل دلوقتي وبشتغل في المسرح القومي، وبشتغل في أي عمل فني يعرض عليا يعجبني. طيب بتتابعي مسلسلات الدراما المصرية، المسلسلات والأعمال الدرامية بتتابعيها كلها ولا مع الأسف هي ما بقتش زي الأول. احنا عمالين دلوقتي نتباكى على حاجة اسمها زمن الفن الجميل. طب ليه مش زي الأول؟ احنا بننتج أعمال ضخمة، يعني في رمضان احنا ما بنبقاش ملاحقين نتفرج على المسلسل ده، المسلسل ده أعداد ضخمة جدا، لكن كلها ايه؟ دون المستوى مع الأسف. الفن ترك للتجار، والتجار هدفهم الرئيسي ايه؟ الربح. فالربح من وجهة نظرهم مش ثقافي. يعني أي تاجر عايز يكسب ما بيفكرش بقى إنه يفيد المجتمع. إيه تقصدي إن ما بيكونش في مثلا أحيانا ما بيكون في ما فيش موضوع قيم، موضوع محتوى جيد يتقدم، أصبح حاجة خاصة. يعني مثلا المنتج اللي بيعمل مسرح قطاع خاص بيدور على بنت حلوة مثلا، ويقعد المؤلف عندها في البيت يعملوا جلسات عمل عشان يكتب لها اللي هي عايزاه، واللي هم شايفينه من وجهة نظرهم ان ده فن. انا من وجهة نظري ده مش فن. انا لما اقدم فن لازم اقدم فن للمجتمع بتاعي، لمشاكل مجتمعي الحقيقية وبصورة محترمة تليق بمصر. طيب ما في ناس بتقدم فن
وبيبقى الصورة اللي بيقدموها قاسية جدا جدا، ولما بيتوجه ليهم اللوم بيقولوا لا احنا بناخد نماذج من اللي موجود في على ارض الواقع. بيقولوا بقى ايه ده الواقع. انا بقول لهم اسفة جدا، رائد الواقعية عندنا مين؟ صلاح ابو سيف. رائد الواقعية علمنا في المعهد الواقع في الفن هو ما يجب ان يكون عليه الواقع. عمرك شفتي لصلاح ابو سيف حاره وسخه وفيها ناس يعني مش ايفن ان هنفترض ان لو في حتى جانب مظلم في الواقع نحاول احنا ما نظلموش قوي في الفن، ما نخلوش مظلم قوي عشان أيوة. يبقى الرساله تحقق يعني هدفها. تمام. يعني حضرتك ضد الراي اللي بيقول انه العلاقه بين الفن والمجتمع علاقه تاثير وتاثر؟ تأثير وتأثر بس للمصلحة. للإصلاح. ما طلعش أنا عيال قد كده ماسكة مطاوي. ما طلعش واحد بيلف سجاري حشيش في التلفزيون. بعلم اللي مش عارف إنه إزاي يلف. بعلم الطفل يمسك سكينة. غلط، كل ده غلط للمجتمع. أنا لازم أعمل نموذج محترم يحتذى. يعني هو الحوار اتلغى لما اتنين يبقوا زعلانين مع بعض ما يعملوا نقاش حوار، انما على طول يطلعوا مطوه، على طول يطلع عصايه. فين ضرب العصيان ده؟ انا بمشي في احياء شعبيه والله عمري ما شفت واحد ماشي عريان ولا حد ماسك عصايه. طيب كلام حضرتك ده يفكرني بواقعه انه حضرتك اتعرض عليكي دور مع احد نجوم الصف الاول، وحضرتك عشان يعني ممكن تكوني اخده موقف او ضد الشكل اللي بيظهر بيه رفضتي هذا الدور، في حين ان هو يعني من المنطقي في الوسط ده، في الوسط الفني يعني، ان الدور مع شخص ده ما يترفضش. لا انا شخصيا طول عمري بختار ادواري، مش اي عرض يتعرض عليا بقبله. انما العرض اللي بلاقي فيه فايده للمجتمع. ليه رفضتي العمل ده؟ عشان كانت أمه بلطجي. كان بلطجي. أنا ضد البلطجة عموما. يعني أنا ما طلعش أم بلطجي وأنا طالعة أم خمس أئمة. أنا عملت أم الإمام أبو حنيفة والإمام الترمذي والإمام المراغي والإمام متولي الشعراوي. عملت خمس أئمة. وعملت أم أم كلثوم وعملت أم عبد الوهاب على المسرح. وفي كل أدواري أم محترمة بتربي ولادها صح. البلطجي ده امه ما ربتوش، فمش انا ما مثلش ده الشخصيه دي. بعد ما شفتي المسلسل قريته قلت لا. بعد ما شفتيه على الواقع واتفرجتي عليه قلت الحمد لله ان انا ما اشتركتش فيه. ما قلتيش الدور ده كان هيبقى لو انا كنت مفكر؟ ابدا. ما حسيتيش بالندم؟ ابدا. انا ارفض اطلع ام بلطجي. انا ما ربيش عيل بلطجي. الام لازم تبقى بتربي صح. عايزين نوري هذا البلطجي امه غلطت في تربيته وينصلح ازاي. انما ما كانش بلطجي طول المدى. لا مش انا. طيب كلام حضرتك ده بقى اكيد يعني انا حاسه ان حضرتك طول السنين اللي فاتوا قاعده بتحوشي 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 والقرارات كلها هتطلع في مجلس الشيوخ. انا قعدت نفسي. صح والله. صح. انا يعني انا دلوقتي رافضه نوع الفن اللي بيتقدم في التلفزيون. رافضاه تماما يعني. لان انا معترضه قوي على اللي بيحصل واللي موجود حاليا. بدليل ان كلنا عمالين نقول زمن الفن الجميل. يعني اذا الفن اللي فات ده جميل. طب هو ده اللي كنا بنحبه. طب رافضاه احنا بنقدمه إزاي؟ دلوقتي احنا دلوقتي عندنا اشكاليه صغيره. ان في بعض الفنانين بيرفضوا فكرة رقابة، أو بيقولوا إن الفن لا يخضع لرقابة، وإن لازم الفنان يكون حر، وإن لازم نسيب الفنانين يشتغلوا براحتهم، نطلق لهم العنان. رأيك إيه؟ بلد. إزاي هتعملي الرقابة وإزاي هتديله مساحة الحرية في الإبداع؟ أديله حرية الإبداع فيما يليق ببلدنا وطباعنا وعاداتنا وتقاليدنا وسمعة بلدنا. اديله الحريه يعمل ده. اي حد يكتب نص يكتبه معقول، لازم حد يراجع عليه. ما هو دلوقتي اي حد بيكتب لازم يبقى فيه رقابه عليه، والا هنلاقي مسخره فظيعه.
هنلاقي حاجات مؤذية لأطفالنا. أنا مستاءة جدا من إن أطلع واحد بيلف سجارة حشيش في التلفزيون. مش ده حاجة ممنوعة؟ مش دي ممنوعات؟ ليه تبقى في التلفزيون مش ممنوعة؟ ليه أعلم صحيح. طفل ما كانش يعرف فيضحك عليه زميله ويقول له تعال نلف سجاير سوا ويخليه يبقى مدمن؟ يعني دلوقتي المفروض ان حضرتك الاول التلفزيون بيدخل البيت الأول اعمل في السينما زي ما انت عايز. ليه؟ ما هو ليه عشان الناس. طيب ما هو الافلام دي بتتعرض بعد كده. انما اللي بيخش في بيتي لازم يبقى يخضع للرقابه. لان في اطفال في ناس محترمه اولادها. يعني انا ما اسمحش ابدا لاولادي يتفرجوا على الحاجات دي. بقفل التلفزيون عشان ما يتعلموش حاجات سيئه. طيب في ناس هنا ممكن ترد على حضرتك تقول لك ما بقوش بيتعلموا من التلفزيون، السوشيال ميديا دلوقتي ما سابتش حاجه واليوتيوب ما سابش حاجه. يعني اقصد انه ممكن ناس تقول لك انه التلفزيون مش ما بقاش خطر قد الاول قد الاجيال اللي فاتت. التلفزيون خطر والسوشيال ميديا خطر. السوشيال ميديا على قد ما هي مفيده ولكن هي مؤذية في نفس الوقت، انها متروكة كده لأي حد يحط فيها اللي هو عايزه. يعني أنا بشوف مساخر طبعا موجودة، عيب طبعا، محتاجة رقابة شوية. طبعا محتاجة رقابة. وأنا بنصح كل أم راقبي أولادك، شوفيهم بيتفرجوا على إيه. ما تسيبيهمش يتفرجوا على أي حاجة وإلا هيطلعوا كلهم بايظين. اللي فهمته بقى من الكلام حضرتك كده ان بعد كده، بعد ان شاء الله ما يعني الدراما تشتغل وكده، ان حضرتك هتبقي قاعده بتتفرجي واي حاجه مش هتعجبك بيان على طول، قرار على طول. لا انا ان شاء الله في، يعني اولا عايزه اشكر الرئيس السيسي ان هو اختارني ادخل مجلس الشيوخ، وانا اساسا ما كانش لي اي نشاط سياسي نهائي. صحيح ابدا، احنا كان لينا مداخله مع حضرتك قبل كده واتكلمنا في ده. قلت انا ماليش نشاط سياسي فعلا. انا اتفاجئت. فانا بشكره وبعتبره تكريم ليا وتقدير لمسيرتي اللي مشيت صح. وعايزه اقول ان انا نشدت الرئيس السيسي قبل كده في كذا لقاء، بقول له من فضلك سياده الرئيس ادعم الفن الجيد زي ما بتدعم رغيف العيش. لان انا بعتقد تصريح حضرتك صحيح، يعني فعلا مرتبط بيكي دايما بتقولي بالزبط. هذا التصريح الرغيف العيش بيشبع البطن، بس الفن الجيد بيعمل الفكر. ايه بيبني العقل صح. السليم والسلوك السليم وتربيه النشء السليم اللي حاجه تليق بينا. طيب. احنا كنا الدوله المصريه عملت الاختيار الفن في البلاد يعني كلها. قدمنا الاختيار وقدمنا الممر، بنحاول اننا نعمل بالانس مع يعني مع الحاجات اللي بتقدم. فنه فن راقي ومحترم. مسرحيه الوصيه فن راقي ومحترم. مسارح صبحي كلها فن راقي ومحترم بيعلم. ونيس المسلسلات اللي عملها، فارس بلا جواد، كل المسلسلات اللي عملها فيها فن محترم. برضو التلفزيون المصري قدم بوابه الحلواني اللي بنشوفها دلوقتي، المسلسل بيذاع دلوقتي انا بتفرج عليه لانه من الفن الجميل اللي احنا بنتباكى عليه دلوقتي. ليه ما نقدمش ده على طول؟ ليه ده كان في مراقبه، كان في ناس مثقفه بتقرا النص وتقول ده يناسب او لا يناسب، بدليل ان الحاجات دي عايشه لحد دلوقتي. بالظبط، بدليل ان بنقول عليها الفن الجميل، من اكبر حد لاصغر حد بنقول الفن الجميل. طب ما نعمل فن جميل برضه. هل مين اللي عمل الفن الجميل ده؟ الدولة. تلفزيون الدولة، صوت القاهرة، مؤسسة السينما، كل دول هم اللي عملوا الفن الجميل. كان في كلام مع حضرتك قبل كده وكنت في مداخلة وقلتي أنا أهم حاجة عندي إن الدولة ترجع تنتج تاني، لازم أشجع الدولة تنتج دراما مرة أخرى. أيوه. طب ده يحصل إزاي يا فندم؟ ماله؟ يحصل إزاي؟ إن الدولة تحط ميزانية. يعني هم نقصوا الميزانية بتاعت إنتاج الدراما. فبقى ناس قاعدة مخرجين بياخدوا مرتبات وما بيشتغلوش، قاعدين في بيوتهم. بتوع الرقابة نضخ ميزانية، ممكن نقبل إن دخول قطاع خاص بنسبة بحيث إننا نقدر نعمل يعني نهضة مرة أخرى حتى للإنتاج الدرامي المصري.
يعني لما كانت الدولة بتنتج برضو كان في المنتج المشارك، منتج خاص ولكن بمشاركة الدولة، يعني تحت إشراف الدولة، تحت إشراف الرقابة بتاعتنا. لازم ما نسيبش الدنيا كده، لا غلط، بنعلم الناس حاجات غلط. احنا وقتنا للأسف للأسف انت، بس انا عايز اخد معاك كلمة أخيرة، لأنه الحقيقة الناس بتحبك جدا، وامبارح لما نزلنا التنويه ان حضرتك هتشرفينا النهاردة كان في كلمات مش قادرة أوصف لك قد إيه، كلمات كانت رقيقة وكان فيها امتنان وكان فيها، وأجيال كتيرة على فكرة، ده اللي أنا اتفاجئت منه بقى، يعني أجيال متفاوتة، وده اللي استغربته. الحمد لله. فأنا عايز أخد منك كلمة أخيرة، إنه إن شاء الله الفنانة سميرة عبد العزيز عايزة توجه رسالة لجمهورها ومحبيها، اتفضلي. عايزة أوجه رسالة للدولة إنها ترجع تنتج تاني. أرجوكم يعني اقتصدوا من حاجات وحطوا في حاجات وانتجوا تاني الأعمال اللي كانت بتخضع لرقابة ناس محترمة مثقفة. عايزة أقول كمان للأجيال الصغيرة ما تعتمدش على الميديا فقط، اقرأ كتب. يعني أنا مخلية أولادي يقروا، لأن أما عاوز معلومة بصباعه كده في ثانية يطلع المعلومة بس اللي هو عايزها، لكن لو دور عليها في كتاب هيكتسب 10 معلومات. فأنا بقول لكل الشباب بتوعنا استعمل الكتاب، الكتاب يجب أن يكون صديقك وتقرأ فيه، لما تعوز معلومة اقرأها في كتاب أحسن ما تطلعها من الميديا، واستغل الميديا دي في مصلحتك، جيب حاجات عليها مفيدة واقراها، مش تجيب الكلام الفارغ بتاع الناس اللي بيتحط. مدام سميرة أنا بشكرك وشرفتينا النهاردة في أنت المحور، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر بعد ما نبدأ بقى الموسم الدرامي يبدأ وتبدأ فعاليات عمل حضرتك كنائبة على أرض الواقع. إن شاء الله، وأنا بتمنى أشوف حاجات جميلة إن شاء الله، ويرجع فننا رائد لكل البلاد زي ما كان طول عمره. بشكرك الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم، وقتنا انتهى، ألتقي بكم الثلاثاء القادم على ألف خير، إلى اللقاء.